بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، معشر طلاب العلم، فحياكم الله في هذا المجلس الأصولي المبارك المنعقد في رحاب بيت الله الحرام ضمن برنامج ودورة صناعة الأصولي في نسخته الثانية. هذا المجلس المعنون له بأصول فقه الحنفية المنعقد في هذا اليوم الجمعة الرابع من شهر شعبان سنة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن جهود الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام في نهوضها برسالة العلم المنبثقة من أروقة البيت العتيق، نشراً للرسالة العلم وإحياءً لمناراته ومعالمه. وهذا العنوان أصول فقه الحنفية في هذا البرنامج يأتي في محاور نوجزها في نقاط كالتالي. بادئ ذي بدء، هذا العنوان يا طلبة العلم معشر الأصوليين حري بأن يفرد بدورة مستقلة متكاملة المحاور وفاء بأبعاده وإشباعا لها توضيحا وتقريرا، غير أن هذا المجلس اليتيم يحاول أن يلم بخلاصة ما يتعلق بهذا الموضوع بإيجاز واختصار وتركيز شديد. سيكون لقاؤنا الليلة بعون الله تعالى منحصرا في مقدمة وثلاثة عناصر. أما المقدمات ففيها نقاط مهمة بين يدي اللقاء، وأما عناصر اللقاء الثلاثة فأولها معالم أصول فقه الحنفية أعلاماً وكتباً، وثاني العناصر خصائص منهج الحنفية في الأصول أسلوباً وقواعد، وآخر العناصر الثلاثة إشكالات وإجابات تتعلق بأصول فقه الحنفية، سائلين الله التوفيق والسداد وأن يجعله مجلساً عامراً بالعلم النافع والفوائد وما يرتجى من مثل هذا المجلس في حضوره وشهوده في رحاب بيت الله الحرام. سأبتدئ بالمقدمات، وأولها الحديث عن العنوان. أصول فقه الحنفية يوحي في ظاهره أن المجلس أو اللقاء المعنون بهذا سيتدارس مسائل أصول الفقه على مذهب الحنفية، وليس كذلك. ليس اللقاء منعقداً لدراسة مفردات ومسائل وقواعد أصول الفقه في مذهب الحنفية. فرق بين دراسة العلم والدراسة عن العلم، ولقاؤنا من الثاني لا من الأول، فنحن ندرس عن أصول مذهب الحنفية لا ندرس أصول مذهب الحنفية، وبينهما فرق كبير. لماذا أفرد أصول مذهب الحنفية في اللقاء من بين سائر أصول المذاهب وبقيتها؟ الجواب لبروز تفرد مذهب الحنفية عن سائر المذاهب الثلاثة واستقلاله عنهم بجملة من السمات المنهجية والقواعد الأصولية الآتي ذكرها. ومن هنا احتاج المتخصصون في دراسة علم الأصول من غير الحنفية احتاجوا إلى مزيد فهم وعناية بمذهب الحنفية في أصول الفقه، طريقتهم وأسلوبهم وتقعيدهم والسبب الذي كان مفضياً إلى الخلاف المنهجي وأثر ذلك في الفروع الفقهية بينهم وبين الجمهور. هذه أولى المقدمات الثلاثة. ثاني المقدمات، مبدأ أصول الفقه أيها الكرام، غير خاف عليكم أن مبدأ هذا العلم كسائر علوم الشريعة كان ملكة لدى الجيل الأول من الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. تلك الملكة في أصول الفقه عند جيل الصحابة كان متكوناً من خمسة عناصر: أولها اللسان العربي، ثانيها النفوس الزكية، ثالثها العقول النقية التقية، رابعها معاصرة التنزيل، وخامسها تقييم الفهوم بين يدي الوحي. هذه الخماسية عزيزة الوجود لم تتحقق لجيل بعدهم وطبقة في الأمة من بعدهم إلى يوم القيامة، لم تجتمع هذه الخمسة، يوجد بعضها لدى من جاء بعدهم، لكن اجتماع الخمسة هذه ما تحقق لغيرهم قط،
فتفردوا رضي الله عنهم بتكوين تلك الملكة، أعني أنه لو تهيأ لجيل بعدهم في الأمة اجتماع مثل هذه الخمسة العناصر لربما تكونت ملكة في الفهم الأصولي التي يستنبط منها الفقه وتفهم بها الأحكام كما كانت لديهم رضوان الله عليهم. أعيدها فأقول: اللسان العربي، وثانيها النفوس الزكية، وثالثها العقول النقية، رابعها معاصرة التنزيل، خامسها تقييم الفهوم بين يدي الوحي، وسأشرحها بإيجاز. أما اللسان العربي فواضح جلي، نعم بقي اللسان العربي لدى من جاء بعدهم، فزمن التابعين وأتباعهم كان لا يزال فيه اللسان محافظاً على صفائه ونقائه وفهم لغة القرآن والسنة إلى حد كبير. ثانيها النفوس الزكية، وأعني بتزكية النفوس ما جاءت به النصوص الشرعية في مقاصد بعثة الرسل عليهم السلام، إذ لما دعا إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، أجاب الله الدعوة وامتن على الأمة فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالعلم أحكام الشريعة وما جاءت به من الحلال والحرام، وتزكية النفوس هو تهيئتها لتلقي ذلك الوحي والإفادة من ذلك العلم. فما لم تزكو النفوس لن تصل إلى حقيقة تلك العلوم. ولهذا لما وقع التقصير في الأجيال المتأخرة في الأمة على جاء الاقتصار والتقصير بالاقتصار على أحد شطري بعثة الرسل عليهم السلام كان على حساب الآخر. فمن اقتصر على تزكية النفوس وتهذيبها بالعناية بأعمال القلوب والعبادات وما إلى ذلك أورث نقصانا في جانب العلم، فجهلا بالشريعة أفضى إلى وقوع في البدع والمحدثات فيما يظن صاحبه أنه يتقرب إلى الله. وبالضد من ذلك لما جفى العلم عن التزكية واقتصر على التحصيل المعرفي المجرد على حساب العناية بأعمال القلوب والرقائق وتزكية النفوس كان علما جافا لم يصل إلى مبتغاه وتحقيق الغاية المرادة من تنزيل الوحي على الأنبياء والرسل عليهم السلام. أما الأمر الثالث فهو العقول النقية، وأقصد بها ما كان نتاج علم شريف ونفوس زكية يورث عقولا نقية تقية. هذا العقل وهو أداة الفهم التي هي مدار الاستنباط وفهم نصوص الشريعة وأحكامها قائم على هذا العقل الذي وهبها الله عز وجل لبني آدم. والمؤمنون في أمة الإسلام هم بشر أعطاهم الله تلك العقول، فإذا زكت بزكاة الشريعة ونمت بعلومها كان لها نصيبها من التقى والنقاء. ولهذا فإن جيل الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أوفر الأمة حظاً بالأمرين الأولين كانوا أعلى الأمة قدراً بسداد الرأي ونقاء العقل وصواب الفهم والاستنباط. رابع هذه العناصر الخمسة معاصرة التنزيل، وهذا لا يحتاج إلى شرح طويل. فرق كبير بين من يأتي في الأمة ليقرأ آية أو يروي حديثاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقلب فيه النظر، ينظر فيه إلى سياق الجملة والكلمة والحرف ودلالة المنطوق والمفهوم، ثم يعمل النظر ويكرر مرة بعد مرة لعله يجد إلى كل ما يحمله النص من دلالة يجد إليه سبيلاً. فرق بين هذا وبين صحابي جالس في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فتحدث الواقع فيسأل السائل فيسمع الجواب، أو ينزل الوحي، أو يكونون في سفر فيعرف السياق واللحاق ولما نزلت الآية ولماذا قال عليه الصلاة والسلام ما قال، فضلاً عن تعبيرات الوجه والمشاعر وما لا تنقله الرواية من الألفاظ. هذا قدر جليل عظيم أيضاً يحمل جانباً كبيراً من أدوات الفهم الدقيق والاستيعاب لدلالة نصوص الشريعة لم يتحقق لأحد بعدهم في الأمة. حاولت بعض الروايات أن تنقل قدراً من ذلك، أما ترى إلى مثل قوله عليه الصلاة إلى مثل قول الصحابة في وصف كلامه عليه الصلاة والسلام: وكان متكئاً فجلس،
فقال: ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لما حكوا لك المشهد وكان متكئا فجلس، كان محاولة لأن تعيش معنى الجملة ووقعها في السياق، وكيف وقع في نفسه من التعبير عن ذلك المعنى مما أرادوا إيصاله إليه، ولكنك لن تعيشه تماما كما عاشوه برؤيتهم رضي الله عنهم. ومثل ذلك كثير، كان عليه الصلاة والسلام بين حاجبيه عرق يدره الغضب، كان إذا سر استنار فعرف في وجهه، وإذا غضب عرف في وجهه، وإذا استحيا عليه الصلاة والسلام عرفوا ذلك في وجهه، كيف سينقلون ذلك في الرواية؟ فثمة دلالات هي جزء من فهم الفقيه واستنباطه من النص، كان مصحوبا بمعاصرتهم للتنزيل رضي الله عنهم جميعا. أما خامس القضايا فهو تقييم الفهوم، وأقصد به كان لفهم أحدهم من النص تقييم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيصوب ويخطئ ويستدرك ويؤيد ويقر، كل ذلك جزء من تربية الأفهام على ملكة الفهم والاستنباط، وهذا كثير. وإذا حرص الأصوليون في مصنفاتهم على إيراد بعض الأمثلة فإنما هي لإلقاء الضوء على مثل ذلك. أما قال لهم عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق فاختلفوا على قولين، فمنهم من يقول: ما أراد إلا حثنا على الاستعجال في المسير ولا تؤخر الصلاة عن وقتها فلنصليها في هذا المكان، وقال الآخرون: بل أراد عليه الصلاة والسلام أن لا نصلي العصر إلا إذا بلغنا المكان، فصلت طائفة في الطريق وأخرت الأخرى حتى وصلوا بني قريظة فصلوا العصر هناك. بلغ اجتهاد الطائفتين رسول الله عليه الصلاة والسلام فما خطأ إحدى الطائفتين. من لك بمثل هذا الميزان في تقييم الفهوم حصله الصحابة رضي الله عنهم وتفردوا به عن سائر الأمة، ولو حصل لمن جاء بعدهم لربما مال كل أحد إلى ترجيح قول من القولين مخطئاً الآخر. وقل مثل ذلك في مواضع جمة سأسردها على سبيل التمثيل للحصر: اجتهاد بعضهم في تفسير قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل تحت وساده عقالين أسودا وأبيض يريد أن يتبين اللون منهما حتى يحقق الآية، فقال له: إذن إن وسادك إذن لعريض. قال لعائشة رضي الله عنها: ناوليني الخمرة في المسجد، فقالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. لما عرضت عليه إحدى أمهات المؤمنين أن ينكح بأختها قال: وتحبين ذلك؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذلك، إنما هو قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نزلت الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال قائل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. أمثلة كثيرة في مثل هذا السياق: يسأل فيجد الجواب، يجتهد في الفهم فيصوبه أو يخطئه أو يعلمه أو يدله على دلالة نص آخر يكتمل له به فهم المراد فيما أشكل عليه أو سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العنصر كان جزءاً مهماً في تكوين ملكة الفهم لدى الجيل الأول، لن تجده لدى طبقة وجيل في الأمة بعدهم إلى يوم القيامة، فهذا أمر تفرد به الصحابة وشرح ذلك يطول يا كرام. لكن احتاجت الأمة بعدهم بالضرورة إلى استكمال ما نقص من تلك المعالم بمنهجية تفي بسداد الفهم والاستنباط. من أجل ماذا؟ من أجل ضبط اللسان وتقويمه، من أجل تعويض ما فاتهم من مورد معايشة التنزيل ونزول الوحي، والإفادة أيضا من مواقف الوحي لتقييم تلك الفهوم في المواضع المتكاثرة التي حفظتها الرواية في دواوين السنة. فكانت رسالة الإمام الشافعي رحمه الله فتحا عظيما في هذا الباب، رسما للمنهجية وتقعيدا للأصول واستنطاقا للمكنون في تلك الأفهام السوية.
هذا بإيجاز مهم بين يدي الحديث عن أي مدخل نتكلم فيه عن أصول الفقه لدى أي مذهب من المذاهب. ثالث هذه العناصر الأربعة وأقف عندها لألج في الموضوع: المذاهب الفقهية الأربعة حديث عن أصول مذهب الحنفية خاصة، لكن دعونا نتأمل في سياق المذاهب الأربعة نشأة ثم إظهارا لأصول تلك المذاهب، ولست أيضا بمقام الاستطراد والتفصيل فهذا لا يسعه المقام. أيها الكرام، يا طلبة العلم، يعلم كلكم أنه من غير حرص من أئمة المذاهب الأربعة ولا قصد منهم لتأسيس مذاهب منسوبة إليهم نشأت المذاهب الأربعة، لكنه السياق التاريخي لتلك المرحلة. ما السياق التاريخي؟ قرب العهد من زمن النبوة، أمة شغوفة بالعلم، الوحي ما زال طرياً ونديّاً في الأمة، حب الدين كان منهاج حياتها، التعلق بعلوم الشريعة وإفناء الأعمار في تحصيلها كان سمة لأجيالها، فقيض الله الأئمة الكبار علماً وعملاً، عقيدة ومنهجا، حفظ الله تعالى بهم دينه، فالتفت حولهم الأمة، فارتسمت معالم تلك المناهج تدوينا وتبويبا جمعا وتصنيفا رواية ودراية، فكانت المدارس الفقهية أو المذاهب الفقهية الأربعة التي كتب الله لها البقاء من بين عشرات كثيرة من اجتهادات فقهية لأئمة كبار كانوا في تلك المرحلة في القرون المفضلة الأولى، لكنها تلاشت واندثرت لأسباب جمة تاريخية وعلمية واجتماعية متعددة. كان هذا يعني مسردا تاريخيا موجزا جدا لنشأة المذاهب الفقهية الأربعة. فنحن أمام مذاهب لم يرد أصحابها أن ينشئوها مذاهب، لكنها اجتهادات منهم وعناية بالشريعة، بذل للأعمار، خدمة للدين، حفظ الله تعالى بهم الدين. وجدت الأمة في أحادهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، وجدوا في أحادهم إمامة في الدين، إمامة في العلم، إمامة في العبادة، في القضاء، في الفتوى، في الصلاح، في التقى، فوثقت بهم الأمة، فأكبت تنهل من علومهم، فما وجدوا إلا الإخلاص، إلا التقى، إلا السداد، إلا الاجتهاد في الشريعة، وكتب الله عز وجل لهم القبول. بقيت هذه المذاهب الأربعة وكان بينها التلاقح والإفادة عبر مراحل، منها تلاقي الآئمة الكبار، فمالك شيخ للشافعي، والشافعي شيخ لأحمد، والإمام مالك التقى بأبي حنيفة رحمه الله، وكان له أيضا مجالس ببعض أصحابه، والشافعي التقى بكبار طلاب أبي حنيفة رحم الله الجميع. هذا أحد سبل التلاقح بين تلك المذاهب، منها أيضا ما حصل للطبقة التي جاءت بعدهم من تلاميذهم، وأعني بها مجالس المناظرات التي كانت تنعقد والمناقشات، ثم التأنيف والتصنيف الذي كان فيه الاحتجاج للمذاهب والانتصار لها والردود والمناقشات. إذن ما كانت المذاهب الأربعة منعزلة، ولا كان فقه أبي حنيفة يمثل جبهة علمية منفردة أعطت ظهرها للأمة حتى تقول لماذا نتحدث عن أصول مذهب الحنفية باستقلال؟ لا، كان بينها الترابط والتلاقح، لكنه التميز والانفراد المنهجي والعلمي الآتي وصفه بعد قليل. وإذا كان حديثنا عن الأئمة الأربعة فنحن في لقائنا نخص الإمام أبا حنيفة رحمه الله، وهو الذي عليه محور أصول فقه مذهبه. أما أبو حنيفة رحمه الله، النعمان بن ثابت رحمة الله عليه، المولود سنة 80 للهجرة والمتوفى سنة 150، فأحد أئمة الدنيا الذين حفظت الأمة أسماءهم ببريق من ذهب بما أورثوه من علم وصلاح وسيرة عطرة. وليس حديثنا أيضا عن سيرته العطرة، فذاك أيضا يطول به المقام، لكن اسمع كلمات تفوه بها الأئمة الكبار اعترافا وإشادة بمكانة هذا الإمام. أخرج أو ذكر غير واحد كالشيرازي في الطبقات والخطيب في تاريخ بغداد والذهبي في السير أن الإمام مالك رحمه الله سئل: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو نظر إلى هذه السارية وهي من حجارة فقال إنها من ذهب لقام بحجته. يعني إشارة إلى شدة ما أوتي من المنطق والحجة السديدة القوية.
والشافعي رحمه الله يؤثر عنه أنه قال: من أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك، ومن أراد الجدل فعليه بأبي حنيفة، ومن أراد التفسير فعليه بمقاتل بن سليمان. وهو القائل أيضا أو المأثور عنه العبارة المشهورة: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، يعني عالة عليه في إدراك الفقه بأبعاده وصنعته التي يقوم عليها هذا العلم. يقول الحافظ بن عبد البر المالكي، يقول: أما أبو حنيفة فهو أصل الرأي بالكوفة، وكان ذكيا فهما، معتمدا في فقهه على علماء بلده، وكان أبصر الناس بالقياس، وكان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يمدحه ويثني عليه، يقول: أفقه الناس أبو حنيفة، وإذا رأيت، قال: أفقه الناس أبو حنيفة، ما رأيت في الفقه مثله. وأنشد رحمه الله في الثناء عليه: وجدت أبا حنيفة كل يوم يزيد نبالة ويزيد خيرا، وينطق بالصواب ويصطفيه، إذا ما قال أهل الجور جورا، يقايس من يقايسه بلب، فمن ذا تعلمون له نظيرا. كفانا موت حماد وكانت مصيبته لنا أمرا كبيرا، فرد شماتة الأعداء عنا وأفشى بعده علما كثيرا. رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ويطلب علمه بحرا غزيرا، إذا ما المعضلات تدافعتها رجال القوم كان بها بصيرا. آخر هذه التنبيهات في المقدمات حتى نلج في عناصر الموضوع: المصطلح الدارج في علم الأصول في تقسيم المناهج والطرائق في مصنفاته ومناهجه إلى منهجين وطريقتين: طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. هذا المصطلح لا يكاد يغيب عن دارس علم الأصول عندما يتحدثون عن مناهج الأصوليين ومذاهبهم وطرائق التأليف، يقولون ينقسم إلى منهجين وطريقتين: طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. المراد بطريقة الفقهاء ومنهج الفقهاء بناء التقعيد الأصولي على فروع الفقه وروايات أئمة المذهب، فتبنى القاعدة الأصولية على الفرع الفقهي وما أفتى به الفقهاء المذهب، فتستخرج منه القواعد الأصولية. هذا هو مصطلح طريقة الفقهاء. وأما طريقة المتكلمين فالمراد بها تجريد المسائل عن الفقه وتقريرها تقريراً عقلياً مجرداً. هذه لا إشكال فيها أن تقول هذه طريقة وتلك طريقة، إنما الإشكال هو في أنه تنزل هذا التقسيم على أن المراد بطريقة الفقهاء منهج الحنفية، وأن المراد بطريقة المتكلمين مذهب الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة. وتروجها هنا جدا عبارة الإمام ابن خلدون، وهو من أوائل من تكلم على هذا التقسيم، فقال في مقدمته هذه العبارة الشهيرة وهو يتكلم عن علم أصول الفقه، ومن ثم كانت عبارته مرتكزا لدى كثير من المعاصرين الذين بنوا عليه هذا التقسيم. اسمع إذا ما قال رحمه الله، قال: كان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله عنه في ماذا؟ في علم الأصول. أملى فيه رسالته المشهورة، تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس. قال: ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها، وكتب المتكلمون أيضاً كذلك، إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية، والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم، فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. انتهى كلامه. أخذ من كلامه شيئان: الشيء الأول تقسيم مناهج الأصول إلى منهجين، فقهاء ومتكلمين. والشيء الثاني الذي أخذ من كلامه وهو الذي يحتاج إلى تحرير، أننا نجعل الحنفية في حيز طريقة الفقهاء، ونجعل المذاهب الباقية مقابلهم في حيز طريقة ومنهج المتكلمين،
وهذا إشكال. فابن خلدون أولا لم يصرح بهذا ولم يقله، إنما ضرب مثلا بالحنفية لأنهم كانوا أبرز وهم كذلك في طريقة الفقهاء، ولم ينص على أن بقية المذاهب موصوفون بطريقة المتكلمين أو منسوبين إليها. ثانيها أن اعتبار ابن خلدون أول من عبر بمصطلح فقهاء ومتكلمين أيضا ليس مسلما، فهذا التعبير يعني وصف العلماء المشتغلين بالأصول وصفهم بفقهاء ومتكلمين هذا قديم، وجد في كلام الباقلاني، ووجد في كلام الجويني، ووجد في كلام الآمدي، وهم يذكرون بعض المسائل ويوردون هذه العبارات. يقول الباقلاني في بعض المسائل: وبه قال كثير من المتكلمين منهم الجبائي وابنه، يقصد المعتزلة. ويقول الجويني: وذهب بعض الفقهاء والمنتمين إلى الكلام أن الأسماء قد تثبت قياسا في مسألة إثبات اللغة بالقياس. فلاحظ فرق بين فقهاء ومنتمين إلى علم الكلام، وهذا الجويني وهو منسوب إلى الشافعية ومن أئمتهم. يقول أيضا الآمدي: ذهب أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين أيضا، وساق جملة من المسائل الخلافية. فأبدا هذا المصطلح فقهاء ومتكلمين موجود عند الأصوليين، لكنهم يعنون بالمتكلمين المشتغلين بعلم الكلام، وهم بالمقام الأول المعتزلة. هل يستقلون بهذا الوصف في علم الأصول؟ الجواب لا. كل من سار على طريقتهم في التأليف الأصولي مشتغلا بتلك المنهجية فهو على طريقة المتكلمين، سواء كان حنفي المذهب أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا. وكل من اشتغل بالطريقة الأولى وهي استنباط القواعد من مسائل الفقه في المذهب مما روي عن الإمام أو عن أصحابه في المذهب فهو على طريقة الفقهاء، سواء كان حنفي المذهب أو حنبليا أو مالكيا أو شافعيا. ولهذا فإن غير كتاب في الأصول على طريقة الجمهور هو مبني على طريقة الفقهاء. أبو يعلى الحنبلي، القاضي أبو يعلى، ماذا فعل في العدة؟ بنى الكتاب بأكمله في تقرير قواعد أصول الفقه عند الإمام أحمد على روايات مذهبه. فإذا جاء إلى مسألة الأمر بعد الحظر أو دلالة النهي أو العام أو التخصيص، كل مسألة يترجم لها يسوق بعدها رواية عن الإمام أحمد أو أكثر، يقول: فهذا يدل على أن مذهبه كذا، فأي طريقة هذه؟ أي طريقة هذه؟ هذه طريقة الفقهاء وليس حنفيا، بل هو من أئمة الحنابلة، ويعد كتابه المدونة الأهم في أصول الفقه عند الحنابلة. فكل من استعمل طريقة الفقهاء موصوف بها، أما متقدم الأصوليين أنفسهم فهم من سمعت في ما يقولون رحمة الله عليهم في الحديث عن تلك المسائل وبنائها، فمن سار على طريقتهم فهو على طريقة المتكلمين، ومن سار على طريقة الفقهاء فهو على طريقة الفقهاء. المقصود من ذلك أن نتجاوز الوصف اللازم بأنه حيثما قيل مذهب الحنفية يوصف بأنه طريقة الفقهاء، وحيثما ذكر منهج الجمهور وصف بأنه طريقة المتكلمين. نتجاوز هذا لأنه على غير سداد، وقد نبه لذلك عدد من الباحثين المعاصرين في أكثر من موضع تنبيها على ما يستدعي التنبيه. أول معالم أصول فقه الحنفية في هذا اللقاء الحديث عن أعلام المذهب وكتبه. والحديث عن أعلام المذهب يطول جدا، فإنه قد صنفت الكتب في تراجم علماء المذهب، فطبقات فقهاء الحنفية له مراجعه المعتمدة. لكن سيغنينا الحديث عن الكتب عن الحديث عن الأعلام، لأن مؤلف تلك الكتب هم أعلام الأصوليين في المذهب. لكننا لما لم نجد كتابا أصوليا أو رسالة مفردة لأئمة المذهب أنفسهم فلابد أن نبتدئ بهم. فأبرز أعلام الأصوليين في المذهب الحنفي أئمة المذهب، وأولهم إمام المذهب أبو حنيفة الإمام النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، وصاحباه القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهما. هؤلاء الثلاثة هم أئمة المذهب، ولا ينقص عن صاحبي أبي حنيفة القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن، لا ينقص عنهما زفر بن الهذيل كبير أصحاب أبي حنيفة ونائبه في حلقته رحمة الله عليه،
فهو من كبار أئمة المذهب، والحنفية المتقدمون يحفظون له مكانته. فلما صنف مثلا أبو زيد الدبوسي تأسيس النظر، فإنه يجعل الفصول التي يحرص فيها على إفراد الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه أن يبرز الخلاف أيضا بين الثلاثة وبين زفر بن الهذيل لمكانته عندهم. فإذا نتجاوز الحديث عن أعلام المذهب بعد هؤلاء الأربعة إلى الحديث عن الكتب التي ألفها أئمة المذهب الأصوليين. والحديث عن الكتب في أصول الفقه عند الحنفية ينقسم إلى نوعين: متون مختصرة معتمدة أصولية، وكتب محررة موسعة. والنوع الثاني أكثر وأوفر، الكتب المحررة والمعتمدة التي كتبها فقهاء الحنفية تأصيلا لمذهبهم، أما المتون فهي معدودة وسيأتي ذكرها والإشارة إليها. سأرتبها تاريخيا ما أمكن. يعد من أقدم الرسائل أصول فقه الحنفية رسالة موجزة صغيرة لفخر الأئمة أبي صالح منصور بن إسحاق ابن أحمد السجستاني المتوفى سنة 90 و200 من الهجرة. رسالته صغيرة أشبه ببعض القواعد التي أراد فيها الإشارة إلى أصول مذهب الحنفية مقارنة بغيرهم. يوضح فيه مذهب الحنفية يمثل مرحلة متقدمة من مراحل التأليف الأصولي عند الحنفية. يورد القاعدة الأصولية بإيجاز مع معناها، ثم يورد رأي الشافعي ويرد عليه أيضا باختصار شديد. لم يرد رحمه الله التوسع في ذلك ولا الإشارة إلى القواعد باستقلال، وهذه سمة طبيعية في نشأة العلوم أن تبدأ في التأليف مختصرة موجزة ثم يأتي عليها التوسعة وتفصيل المسائل وتشقيق الكلام تباعا، لكنها في تلك المرحلة كان لا تتجاوز هذا القدر. يليها أيضا في الزمن تاريخيا رسالة صغيرة هي أيضا أشبه بالقواعد الفقهية لإمام المذهب الفقيه أبي الحسن الكرخي رحمة الله عليه المتوفى سنة 340 من الهجرة، فإن له رسالة صغيرة مطبوعة بذيل رسالة تأسيس النظر للدبوسي، عنوانها رسالة في الأصول التي عليها مدار كتب الحنفية. ثم جمع الدكتور حسين الجبوري وفقه الله الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله، وجمعها أيضا في رسالة وهي مطبوعة، فمجموع المطبوعين أيضا يجمع رسالة أصولية يصح نسبتها للإمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله تعالى. أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى في تلك المرحلة يعد من المتقدمين، كان هو ونظام الدين أبا علي أحمد بن محمد الشاشي من كبار الحنفية المتقدمين الذين حفظ التاريخ لهم شأنهم ومكانتهم. وإذا تكلمنا عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 340، فإنه يرد بعده اثنان من كبار أئمة مذهب الحنفية كان من تلامذته، أحدهم أبو علي الشاشي الذي ينسب إليه خطأً كتاب أصول الشاشي المطبوع بهذا الاسم، وينسب إليه هذا الكتاب وهو معدود من أوائل كتب الحنفية وعليه شروح عدة، بل ربما اشتغل كثير من المبتدئين في دراسة الفقه الحنفي بهذه الرسالة وهي نافعة، لكن نسبتها إلى أبي علي الشاشي المتقدم هذا فإنه من الخطأ. والأقرب إلى ذلك أن مؤلفه نظام الدين الشاشي وسمى كتابه الخمسين في أصول الفقه الحنفي، والسبب في ذلك أن الرسالة فيها عزو إلى بعض المتأخرين، فإنه يورد بعض المسائل المنسوبة إلى من توفي قبلهم، ينقل عن أبي زيد الدبوسي، ينقل عن ابن الصباغ، ولا يتأتى هذا للشاشي الكبير أو المتقدم الوارد ذكره. ثاني تلامذة أبي الحسن الكرخي هو الإمام أبو بكر الجصاص صاحب كتاب الفصول في الأصول أحمد بن علي الرازي الحنفي، وربما قيل أبو بكر الرازي الحنفي تمييزا بينه وبين فخر الدين الرازي الشافعي صاحب المحصول. أما الرازي الجصاص الحنفي المتوفى سنة 370 فهو من أجل تلامذة أبي الحسن الكرخي،
كتابه الفصول في الأصول يعد أهم كتاب أصولي عند الحنفية متقدماً، أول كتاب يصح أن تصفه بأنه مكتمل الأركان، جامع محرر محفوظ كاملاً. وقد وضعه الجصاص رحمه الله مقدمة لكتابه أحكام القرآن، وأراد منه أن يكون أداة أصولية تعين الناظر في فقه الكتاب واستنباط أحكام القرآن، لأن الصنعة تقف على تلك الآلة، فجعلها مقدمة. والكتاب مطبوع في غير ما طبعه محققا، كتبه قبيل وفاته، إذن هو آخر مؤلفاته، وهذه سمة مهمة. ألفه بعد وفاة شيخه أبي الحسن الكرخي، ينقل في الكتاب عنه كثيرا وعن عيسى بن أبان، فكان الكتاب تدوينة تحفظ آراء هذين الإمامين المتقدمين من أئمة الحنفية فيما عز على من جاء بعده أن تجده عند غيره. رابع الكتب تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري، المتوفى سنة 430 من الهجرة. يقال عن أبي زيد الدبوسي رحمه الله إنه أول من أخرج علم الخلاف إلى الدنيا، كان مشهوراً بقوة الحجة والمناظرة، رسائله على وجازة حجمها كتأسيس النظر ورسالته تقويم الأدلة تعد منعطفاً أيضاً مهماً في تاريخ أصول فقه الحنفية، أول تدوين أصولي لمدرسة سمرقند الحنفية. فإن الحنفية في الجملة في كثير من مسائل الأصول ينقسمون إلى حنفية العراق وحنفية خراسان، أو يقال حنفية سمرقند، أو حنفية بخارى، أو حنفية بلاد ما وراء النهر، فهما مدرستان كلتاهما تنتمي إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، لكن لكل مدرسة أئمتها ولهم ترجيحاتهم داخل المذهب الحنفي، فتجد عندهم أحياناً قولين في المسألة هما في الحقيقة ليس خلافاً في المذهب بقدر ما هو اتجاهان لحنفية المذهب بين حنفية العراق وحنفية خراسان أو سمرقند أو بخارى أو بلاد ما وراء النهر. فكتاب تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي يعد أهم كتاب أصولي لدى حنفية سمرقند مقابل مدرسة العراق. أيضا من الكتب المتقدمة ومن أهمها ويعتبر أول متن أصولي مختصر يمكن أن تعتبره متناً قامت عليه الشروح، كتاب كنز الوصول إلى معرفة الأصول المشهور بأصول فخر الإسلام البزدوي. فإنه أعني أبا الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم البزدوي فخر الإسلام، المتوفى سنة 482 للهجرة، جعل كتابه وقد استقاه ممن سبقه من كتب الآئمة، جعله مبنياً على خلاصة المذهب، فحرر فيه المذهب وأصبح تحريره معتمداً، فأقبل الحنفية بعده على شرح كتابه، وجعل كتابه كالمتن، بل إن عامة من جاء بعده لا يكاد يخرج عنه، وإذا خرج فبإضافة أو زيادة مسائل، لكن بقيت أحياناً عباراته بالنص تنقل كما هي في كتب المتأخرين. بل سيأتيك أن أبا البركات النسفي صاحب المتن المعتمد عند عامة الحنفية المتأخرين إلى يوم الناس هذا، كتاب منار الأنوار، يكاد يكون نسخة طبق الأصل من أصول فخر الإسلام البزدوي مع بعض اختلافات، لكنه نقل جملة ما فيه. فهذا إن دل على شيء دل على مكانة أصول البزدوي عند الحنفية، وهو المسمى بكنز الوصول إلى معرفة الأصول، لأن الكتاب معتمد فقد كثرت شروحه كثيراً. ومن أجل شروحه التي يمكن أن تعتبرها كتباً في المذهب الحنفي في الأصول مستقلة، كتاب كشف الأسرار لعلاء الدين عبد العزيز البخاري، المتوفى سنة 730 للهجرة، وهذا الكتاب حقيقة من أجل ما كتب الحنفية في أصولهم. وإن كان ليس كتاباً مستقلاً، هو شرح لأصول البزدوي، لكن من أراد أن يكون له كتاب في أصول الحنفية يجد فيه التقرير الوافي والتحرير الشافي والاستدلال واستفاء المسألة، وأحياناً بعض ما يتعلق بإجابة مذاهب الأئمة أقوال وأدلة المذاهب الأخرى، فلا أظنه يجد شيئاً مشبعاً كما حرره عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار. ويسمى هذا بكشف الأسرار الكبير،
تمييزا بينه وبين كشف الأسرار الآتي ذكره في شرح منار النسفي، فإنه أيضا كتاب آخر يسمى بكشف الأسرار. أيضا من شروح أصول البزدوي كتاب الكافي لحسام الدين السغناقي المتوفى سنة 786 من الهجرة. عبد العزيز البخاري لما شرح كشف الأسرار وصفه أيضا بوصف يدل على مكانته وعظمة قدره عند الحنفية، فصدر كلامه رحمه الله تعالى بما يوحي بمكانة هذا الكتاب وهو يتحدث عنه. يقول رحمه الله: ثم إن كتاب أصول الفقه المنسوب إلى الإمام المعظم فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه أعلى منازل الجنان، امتاز بين الكتب المصنفة في هذا شرفاً وسمواً، ضمن فيه أصول الشرع وأحكامه، وأدرج فيه ما به نظام الفقه وقوامه، وهو كتاب عجيب الصنعة، رائع الترتيب، صحيح الأسلوب، مليح التركيب، ليس في جودة تركيبه وحسن ترتيبه مرية، لكنه صعب المرام، أبي الزمام، لا سبيل إلى الوصول إلى معرفة لطفه وغرائبه، ولا طريق إلى الإحاطة بطرقه وعجائبه إلا لمن أقبل عليه بكليته على تحقيقه وتحصيله وشد حيازيمه للإحاطة بجملته وتفصيله، إلى آخر ما قال. هذا خامس الكتب المصنفة في أصول الفقه عند الحنفية. يليه أيضا من الكتب المهمة كتاب أصول السرخسي المسمى بالفصول في الأصول أو تمهيد الفصول في الأصول، شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة 483 وقيل 490 في أواخر القرن الخامس الهجري، صاحب كتاب المبسوط في فقه الحنفية الذي يعد أيضا مرجعا لا يزاحمه شيء في كتب الحنفية. كتاب السرخسي أهم مدونة عند الحنفية تحريرا وترجيحا ونقلا واستشهادا، تكلمنا عن أصول الجصاص باعتباره أقدم كتاب مكتمل الأركان، تكلمنا عن أصول البزدوي باعتباره متنا محررا مختصرا، أصول السرخسي كتاب جامع اعتمده الحنفية تحريراً لمذهبهم في الأصول، والسبب أنه أكثر فيه النقل عن أئمة المذهب، فهو يصلح أن يكون مدونة أصولية وفقهية في آن معا لكثرة ما استوعب من المسائل ومحتوى عليه الكتاب، وسنورد بعض الشواهد في ثنايا كلامنا في أصول المذهب إن شاء الله تعالى. يمكنك أن تعد بعده سابعاً من الكتب كتاب الحسام الإخسيكثي المتوفى سنة 644، كتاب المنتخب في أصول المذهب المشهور عند الحنفية بكتاب الحسامي نسبة إلى حسام الدين المؤلف، كتاب مختصر شرحه جمع غفير منهم كالبخاري صاحب كشف الأسرار، صنف كتاباً سماه التحقيق وعدة شروح أخرى. ثم جاء بعده جلال الدين الخبازي المتوفى سنة 691 وهو من تلامذة عبد العزيز البخاري علاء الدين، ألف كتاب المغني لخص فيه أصول السرخسي وأصول البزدوي وعليه شروح منها شرح للمؤلف نفسه. ثم جاء تاسعا كتاب ابن الساعات الذي جمع فيه نهاية الوصول مع الإحكام للآمدي وسماه بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام، ليس على طريقة الحنفية المحضة بل جمع فيه المذهبين. يمكنك أن تعد أيضا من الكتب المهمة في أصول مذهب الحنفية في درجة بعد الكتب التي سبق ذكرها من المتقدمة كتاب بذل النظر للأسمندي محمد بن عبد الحميد المتوفى سنة 552 وكتاب ميزان الأصول إلى نتائج العقول لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة 539، فبذل النظر وميزان الأصول لا ينبغي أن تخلو منهما مكتبة في أصول فقه الحنفية لأهميتهما، وإن كان ليس بدرجة أصول السرخسي والبزدوي والجصاص ومن تقدم ذكرهم. إذا ما انتهينا في اختصار لنعد عشرة ونتمم بها، فكتاب منار الأنوار لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي الإمام الحافظ المتوفى سنة 710 للهجرة، والمعدود كتابه المختصر المنار هو عمدة المتأخرين من الحنفية وكل شغلهم عليه،
فلا يكاد يشتغل الحنفية المتأخرون إلى زمن المعاصرين هذا بشيء من المتون في أصول الفقه الحنفي بشيء كما اعتنوا بكتاب منار الأنوار للنسفي رحمه الله. عليه شروح كثيرة، أهمها شرحه نفسه رحمه الله الإمام النسفي، وسماه كشف الأسرار في شرح منار الأنوار، وهو الذي قلت لكم يشتبه اسمه بكشف الأسرار شرح أصول البزدوي. وللتفرقة يقولون في الأول كشف الأسرار الكبير للبخاري، وكشف أسرار النسفي يسمى الكشف الصغير، وصاحبه نفسه. شروحه كثيرة، شرح المنار لابن ملك، فتح الغفار لابن نجيم، جامع الأسرار الكاكي، وغيرها كثير. وإذا ختمنا كتب الأصول للحنفية فإنه سيورد أكمل الدين البابرتي، ويورد أيضا التحرير لابن الهمام، وهو من المهمات مرقاة الوصول إلى علم الأصول لملا خسرو. أما التحرير لابن الهمام المتوفى سنة 861 فهو أيضا ليس مستقلا في مذهب الحنفية، بل جمع بينه وبين مذهب الجمهور، وإنما لمكانة ابن الهمام عد كتابه رحمه الله من مهمات كتب أصول فقه الحنفية. انتهى العنصر الأول وهو المتعلق بأعلام منهج الحنفية أو معالم منهج الحنفية في الأصول أعلاما وكتبا. ثاني عناصر اللقاء وهو لب اللقاء تقريبا وأجود ما فيه وأهم ما يعني الدارس فيه، خصائص منهج الحنفية في الأصول، وأقسمه إلى قسمين: الأول خصائص منهج الحنفية في الأسلوب، والثاني خصائص منهج الحنفية في التقعيد والنتائج والأثر الفقهي. أما في الأسلوب فتقدم أنهم موصوفون بمنهج الفقهاء نظرا لكثرة الفروع، ينقلون عن أئمة المذاهب مسائل يستشهدون بها للقاعدة. وأنا الآن أتلو على مسامعكم جملة من تلك الأمثلة والنماذج من بعض كلامهم رحمه الله تعالى، ولعلي أقتصر على بعضها خشية من طول المجلس. هذه نماذج من أصول السرخسي، وكلامه سهل متين مفهوم لا يكاد يحتاج إلى شرح، لكن البصيرة بفقه الحنفية وأصولهم يبصر فيه دقة وعمقا وجلالة قدر كان الإمام السرخسي رحمه الله ينثرها بين كلمات الكتاب وأسطره. مثلا قال: أما الكلام في موجب الأمر، يعني على ماذا يدل الأمر، على الوجوب أو الاستحباب، قال: فالمذهب عند جمهور الفقهاء أن موجب مطلقه الإلزام إلا بدليل. وزعم ابن سريج من أصحاب الشافعي أن موجبه الوقف حتى يتبين المراد بالدليل، وادعى أن هذا مذهب الشافعي، فقد ذكر في أحكام القرآن في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أنه يحتمل أمرين، وأنكر هذا أكثر أصحابه، وقالوا مراده أنه يحتمل أن يكون بخلاف الإطلاق، وكذا قال في العموم إنه يحتمل الخصوص بأن يرد دليل يخصه وإن كان الظاهر عنده العموم، وزعموا أنه عزم على أن الأمر للوجوب في سائر كتبه. وقال بعض أصحاب مالك إن موجب مطلقه الإباحة، وقال بعضهم موجبه الندب. شوف كل هذا يحكي المذاهب. قال: أما الواقفون فيقولون قد صح استعمال هذه الصيغة لمعان مختلفة كما بينا، فلا يتعين شيء منها إلا بدليل لتحقق المعارضة في الاحتمال. قال: وهذا فاسد جدا، فإن الصحابة امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعوا منه صيغة الأمر من غير أن يشتغلوا بطلب دليل آخر، ولو لم يكن موجب هذه الصيغة معلوما بها لاشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل. لا يقال إنما عرفوا ذلك بما شاهدوا من الأحوال لا بصيغة الأمر، لأن من كان غائبا عن مجلسه اشتغل به كما بلغه صيغة الأمر حسب ما اشتغل به من كان حاضرا، ومشاهدة الحال لا توجد في حق من كان غائبا. انظر كيف استطرد في سرد الكلام سلسا متتابعا بإقامة الحجة. قال: وحين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه فأخر المجيء لكونه في الصلاة، قال له: أما سمعت الله يقول استجيبوا لله وللرسول؟ قال: فاستدل عليه بصيغة الأمر فقط. قال: وعرف الناس كلهم دليل على ما قلنا، فإن من أمر من تلزمه طاعته بهذه الصيغة فامتنع كان ملاما معاتبا، ولو كان المقصود لا يصير معلوما به الاحتمال لم يكن معاتبا. ثم كما أن العبارات، واستمر رحمه الله في سرد الشواهد والأدلة. قال: فصل في بيان حكم العام.
انظر كيف الآن ينتزع من فقه المذهب ما يؤصل به لقاعدة الحنفية. قال بعض المتأخرين ممن لا سلف لهم في القرون الثلاثة حكمه الوقف حتى يتبين المراد بمنزلة المشترك أو المجمل، ويسمى هؤلاء الواقفية، إلا أن طائفة منهم تقول كذا، وقال الشافعي كذا، ثم قال: والمذهب عندنا أن العام موجب للحكم فيما تناوله قطعاً بمنزلة الخاص، وموجب للحكم فيما تناوله. وهذه مسألة مهمة، دلالة العام عند الحنفية قطعية وليست ظنية كالجمهور. يقول: تناوله قطعاً بمنزلة الخاص موجب للحكم فيما تناوله، يستوي في ذلك الأمر والنهي والخبر إلا فيما لا يمكن اعتبار العموم فيه لانعدام محله، فحينئذ يجب التوقف إلى أن يتبين ما هو المراد به ببيان ظاهر بمنزلة المجمل. قال: وعلى هذا دلت مسائل علمائنا. شوف كيف يستدل الآن من رواية المذهب على أن العام قطع الدلالة. قال محمد في الزيادات، من محمد؟ ابن الحسن الشيباني: إذا أوصى بخاتم لرجل ثم أوصى بفصه لآخر بعد ذلك في كلام مقطوع، فالحلقة للموصى له بالخاتم، حلقة الخاتم، والفص بينهما نصفان. فين العموم وفين الخصوص؟ أوصى بالخاتم لرجل، الخاتم إيش يشمل؟ يشمل الحلقة ويشمل الفص. قال: ثم أوصى بفصه لآخر بعد ذلك في كلام مقطوع، يعني كأنه يعتبر هذا دليل عموم، هذا دليل خصوص. الجمهور ماذا يفعلون؟ يخصصون، فيقولون الخاتم لمن أوصى به والفص للآخر. لكن عند الحنفية لا، هذا قطعي وهذا قطعي، فانظر كيف استدل من فقه المذهب. قال: فالحلقة للموصى له بالخاتم والفص بينهما نصفان. قال: لأن الإيجاب للثاني في عين ما أوجبه للأول لا يكون رجوعا عن الأول، فيجتمع في الفص وصيتان، إحداهما بإيجاب عام والأخرى بإيجاب خاص، ثم أثبت المساواة بينهما في الحكم فجعل الفص بينهما نصفين. خلاص، هذا عندهم على أن العام قطعي كالخاص. قال: في الوصايا لو كانت الوصيتان بهذه الصفة في كلام موصول كان الفص للموصى له بالفص خاصة، لأنه إذا كان الكلام موصولا كان آخره بيانا لأوله. ثم قال في مسألة ثانية في المضاربة: إذا اختلف المضارب ورب المال في العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم أيهما كان، ولولا المساواة بين الخاص والعام حكما فيما تناوله لم يصر إلى الترجيح بمقتضى العقد. ثم قال: وظهر من مذهب أبي حنيفة ترجيح العام على الخاص في العمل به نحو حريم بئر الناضح، فإنه رجح قوله صلى الله عليه وسلم: من حفر بئرا فله مما حولها 40 ذراعا، على الخاص الوارد في بئر الناضح أنه 60 ذراعا، ورجح قوله: ما أخرجت الأرض ففيه العشر، على الخاص في قوله: ليس في الخضروات صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ونسخ الخاص بالعام كما فعل في بول ما يؤكل لحمه، فإنه جعل الخاص من حديث العرنيين منسوخا بالعام، وهو قوله: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وهكذا. ففي مسألة واحدة يورد لك مسألتين وثنتين وثلاثة وخمسة وعشرة، يستنزع بها من مذهب فقهاء المذهب ما يدل على القاعدة الأصولية. قال: وكذلك قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، عام لم يثبت تخصيصه، ولا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا القياس حتى يثبت الأمن بسبب الحرم لمباح الدم باعتبار العموم، ومتى ثبت التخصيص في العام بدليله يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس على ما نبينه. جاء في بين حكم العام إذا خص منه شيء، يعني العام بعد التخصيص، لأن الجمهور يقولون العام ظني قبل التخصيص وبعد التخصيص ظني كذلك، لكنه أضعف دلالة. طيب الحنفية يقولون العام قطعي، طيب فإذا دخله التخصيص؟ قال: الحكم العام إذا خص منه شيء. قال رضي الله عنه عن والديه: قال أبو الحسن الكرخي، ينقل عن من؟ ينقل عن أبي الحسن الكرخي. قال أبو الحسن الكرخي: من عند نفسه لا على سبيل الحكاية عن السلف، العام إذا لحقه خصوص لا يبقى حجة،
بل يجب الوقف فيه إلى البيان، سواء كان دليل الخصوص معلوما أو مجهولا، إلا أنه يجب به أخص الخصوص إن كان معلوما. ثم نقل نقولا أخرى في المذهب قال: والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا في العام إذا لحقه خصوص يبقى حجة فيما وراء الخصوص، سواء كان المخصوص مجهولا أو معلوما، إلا أن فيه شبهة، إلى أن قال: والدليل على أن المذهب هذا أن أبا حنيفة استدل على فساد البيع بالشرط بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وهذا عام دخله خصوص، واحتج على استحقاق الشفعة بالجوار إذا كان عن ملاصقة بحديث الجار أحق بصقبه، وهذا عام دخله الخصوص، واستدل محمد على فساد البيع قبل القبض بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض، وهو عام لحقه خصوص، وأبو حنيفة خص هذا العام بالقياس، فعرفنا أنه حجة للعمل. وهكذا في كل مسألة يورد لك رحمه الله القاعدة ويذكر كيف بنيت من أصول أو من فقه المذهب. هذا باختصار فيما يتعلق بمنهجهم رحمهم الله تعالى في الأسلوب، وهم يتحدثون عن طريقة الفقهاء وشرح هذا يطول. أما في التقعيد فالمهم هنا يا كرام أن تفهموا أن أصول فقه الحنفية تميز عن أصول الجمهور بشيئين مهمين: واحد الأسلوب، وقد سمعت أمثلة له، والثاني وهو الجوهر والنتيجة وهو لب الكلام، القواعد الأصولية ذاتها. فإن الحنفية يقررون فيها ترجيحا ومنهجا يخالف منهج الجمهور في أكثر من مسألة، سواء كان في الأدلة أو في الدلالات، فلما استقلوا بمذهب أصبح مذهبهم كالمنفرد عن الثلاثة الباقية لكثرة ما تفردوا به في التقعيد. إذن هذا من أبرز سمات منهج الحنفية في الأصول، مغايرتهم أو تفردهم عن منهج الجمهور بجملة من القواعد. أنا أذكر لك أمثلة منها أيضا فقهية وأصولية، أما الأصولية فكانت سببا إلى الخلاف في تلك المسائل الفقهية. أولا وقبل كل شيء، الأصول المتفق عليها لا خلاف فيها، أصول المذاهب الأربعة لا خلاف فيها، لأنها قدر مشترك عند الجميع لا يخالف فيه أحد. فالحنفية كالمالكية والشافعية والحنابلة والمالكية في هذا سواء، لا يخالف في هذا أحد قط. ومن ذلك أن ما جاء في كتاب الانتقاء أن أبا حنيفة قال: آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول الصحابي، قال: آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم. يعني إذا كان بينهم خلاف، إيش يعني آخذ بقول من شئت؟ بما أراه أرجح من غيري، وهذا مسلك لا يخالف فيه بقية المذاهب. قال رحمه الله: ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، مهما وجد في أقوال الصحابة قولا يختار منه ولا يتجاوزه. قال رحمه الله: فإذا انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب، وعدد رجالا، يعني مسألة لا دليل فيها من الكتاب ولا من السنة، ولم تكن للصحابة فيها آثار مروية كالنوازل وما جد بعدهم. قال: فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب، وعدد رجالا، قال: فقوم اجتهدوا فأجتهدوا كما اجتهدوا. يرى أن قولهم ليس فيه الحجة الموجودة في قول الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يوشك أن يكون تماماً كما يقرره الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله في الاعتزاز بقول الصحابة والاعتماد عليه والاستناد إليه.
قال سهل بن مزاحب: كلام أبي حنيفة آخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلحت عليه أمورهم، يمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس أمضاها على الاستحسان ما دام يمضي له، فإذا لم يمضي له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به. وكان يؤصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغا، ثم يرجع إلى الاستحسان أيهما كان أوفق رجع إليه. قال سهل: هذا علم أبي حنيفة رحمه الله علم العام. والمنقول أيضا عند النسفي في مقدمة المنار قال في بداية الرسالة، قال: اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: والأصل الرابع القياس. كيف يقول الأصول ثلاثة ثم يقول الأصل الرابع؟ يقول الرابع أصل دون الأصول الثلاثة في الرتبة، وهذا الذي عليه الجمهور. فالمالكية والشافعية والحنابلة أربعتهم يحتجون بهذه الأصول الأربع، وأربعتهم يجعلون القياس تابعاً لدليل الكتاب والسنة والإجماع، ويأتي بعدها لا قبلها. فإذا هذا القدر مهم جدا لمن يروم دراسة أصول الحنفية أو مبتدئ لا حله في البدايات. جملة من المسائل كثر أمامه خلاف الحنفية للجمهور، فربما تخيل أن مذهب الحنفية بعيد تماما وفي شق مخالف لطريقة الجمهور، والجواب ليس كذلك. فهذه أصول المذاهب لا انفراد فيها لأحد دون أحد. يبقى الاستقلال والانفراد والتميز فيما؟ في أشياء كثيرة: في تقرير قواعد المسائل، في الأدلة التابعة أو الفرعية أو الأدلة المختلفة فيها. فممن فرد به الحنفية جملة من المسائل، أضرب منها على سبيل المثال خمسة أو ستة أو سبعة، لكن على سبيل الاختصار: الاحتجاج في الأدلة انفردوا أيضا بجملة، من أبرزها وأشهرها عندهم دليل الاستحسان الذي وإن اشترك فيه غيرهم من المذاهب معهم لكنه ليس في أصل الدليل الذي انفرد به الحنفية على التحقيق، وهو ترجيح القياس الخفي لعلة يرجحونها بها على ما هو أجلى منه وأوضح وأظهر في مسائل أيضا ليس هذا محل بسطها. من الأدلة التي انفرد بها الحنفية فأورثت خلافا فرعيا فقهيا واسعا: الاحتجاج بحديث الآحاد فيما تعم به البلوى، فإنهم انفردوا أيضا بعدم الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، ولهم في هذا قيود وضابط: أنه خبر الآحاد ليس المتواتر ولا المشهور على ما حرره كثير منهم، وأن المقصود فيما تعم به البلوى فيما تشتد الحاجة إليه، ويكون الأصل توافر النقل على روايته ونقله، وليس مما يكون محلاً لعدم العناية بروايته. وحرر أيضا بعض الحنفية في المسألة أن المسألة منحصرة فيما كان محل وجوب أو تحريم لا غير، وأما ما كان استحبابا وإباحة فغير داخل في المسألة، فإن كان غير الوجوب والحظر كالمسنون والمباح فخبر الآحاد فيه يكون مقبولا عند الجميع. يقول الجصاص: وأما مجيئه، يعني خبر الواحد، فيما تعم البلوى به فإنما كان علة لرده من توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام الكافة على حكمه فيما كان فيه إيجاب أو حظر. قال: وأما ما ليس بفرض مما هم فيه مخيرون في أن يفعلوا منه ما شاءوا، وإنما الخلاف في الأفضل منه، فليس على النبي صلى الله عليه وسلم توقيفهم على الأفضل مما خيرهم فيه، وذلك جائز ورود الأخبار فيه من طريق الآحاد، وليس مثل ما قد وقفوا عليه وحضر عليهم، وإلى آخر ما قال رحمه الله. وابن الهمام اقتصر أيضا في هذا الدليل على محل الوجوب فقط دون غيره. فهذا مثال: لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، ومن أجل ذلك لم يحتجوا ببعض الأحاديث الصحيحة التي ثبتت في السنة قال بها الجمهور ولم يقبلها الحنفية. فيظن البعيد عن العلم والذي لم يفقه أصول المذهب الحنفي يظن أن هذا منهم جرأة في رد السنة أو الاعتراض عليها أو تقديم العقل عليها، وليس كذلك. فرق بين أن تقول هو اجتهاد وله وجهة نظر مقررة محررة عند علماء المذهب وإن كان مرجوحا عند غيرهم، وإن كان أضعف
في نظر غيرهم. فرق بين هذا وبين أن يبنى التصور على أنه اعتراض على الدليل ورفض للسنة، وحاشا ما يقول بهذا أحد من المذاهب الأربعة، لا في هذه المسائل ولا في غيرها، لكنهم بنوها على أصل يشترك فيه الجميع. ما هو؟ الاحتياط في قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات ما يمكن نسبته إليه. لما وضع العلماء في الأمة منهاجا لقبول السنة فيما صح منها وقبل، لرد ما يرفض منها مما لم يستجمع الشروط، وضعوا لذلك شروطا. فمن الشروط التي تفرد بها الحنفية هذا الشرط: ألا يكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، ويرون أن عموم البلوى مظنة لكثرة الرواية وانتشارها، فإذا لم يتحقق ذلك كان علة قادحة خفية توجب رد الحديث وعدم الاحتجاج به. باختصار، الحديث عندهم لا يعد صحيحا، والسبب أنه انخرم فيه هذا الشرط، وهو كونه لم يتوافر في نقله ما يرتقي به من رتبة الآحاد إلى الشهرة أو التواتر. هذا أيضا مسألة ثانية في الأدلة. مسألة ثالثة وهي داخلة في الدلالات: الزيادة على النص. والمشهور أيضا في كتب الأصول أن الحنفية يعتبرون الزيادة على النص نسخ. وأنا أضرب لك أمثلة فقهية على عجل. يقولون: طالما ورد النص في القرآن بحكم ما فيقتصر الحكم على موجبه، فإن وردت السنة في ذلك الحكم نفسه بقدر زائد اعتبرناه نسخا. إيش يعني؟ يعني ينزل على قانون النسخ. ما قانون النسخ؟ ألا يكون الناسخ أضعف من المنسوخ، فنقبله على طريقة النسخ بشرطه. قالوا: فالله في الصلاة أمر بالقراءة بقوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وجاءت السنة بتخصيص سورة الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فتخصيص الفاتحة زيادة على النص الذي ورد في القرآن. ما الحكم؟ الحكم عندهم نسخ. ولما نظروا فإذا هو لا ينطبق عليه قانون النسخ، لأن الحديث ليس متواترا فلا يقوى على نسخ الآية، فوقف دليل الحديث لم يتنزل على قانون النسخ فلم تقم به دلالته. إذن دلالته النسخ لكنها لم تتحقق فيه فلم يعملوا به، وصحت عندهم الصلاة بقراءة ما تيسر ولو بغير الفاتحة إن عجز عن الفاتحة. مثال آخر في الحكم بشاهد ويمين، فإن آية البقرة نصت على الشاهدين: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين. قالوا: فهذا قدر زائد على ما دل عليه القرآن، والقاعدة أن الزيادة على النص نسخ. إذن دلالته دلالة نسخ، فينزل على قانون النسخ بشرطه. ونظروا فإذا الحديث لا يقوى على قانون النسخ لأنه ليس بقوة القرآن في التواتر، فلم تتحقق فيه الدلالة فتعطلت، ولم يحكموا بشاهد ويمين. رفض منهم للسنة؟ الجواب لا، لكنهم جعلوه في دلالة النسخ الذي لم تتحقق فيه شروطه فلم يقوى على الدلالة. مثال أخير في تحريم الرضاع. قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واختلف الفقهاء في عدد الرضاعات الموجبة للتحريم. قالت المالكية والحنفية: الرضعة الواحدة محرمة. والمأخذ بين المذهبين مختلفين. وانتبه معي لهذا المثال على وجازته، يعينك على فهم شيء سيأتي بعد قليل. قالت الشافعية والحنابلة: بل لابد من العدد، فالرضعة الواحدة لا تحرم. الشافعية قالوا 3 رضعات، والحنابلة قالوا 5 رضعات. واستشهد كل منهم بحديث في السنة ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها: لا تحرم المجة والإملاجتان والمصة ولا المصتان. قالوا: فمفهوم المخالفة أن المحرم 3 فأكثر. واستدل الحنابلة بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. قالوا: فالخمس هو العدد. قالت المالكية: الآية مطلقة، أمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاع، ولم تحدد عددا. ولما نظرنا في السنة فإذا الروايات فيها مضطربة، جاءت الرضعة والرضعتان والثلاث والخمس،
فجعلوا ذلك اضطرابا في الرواية يوجب التوقف عن جميعها والأخذ بالاحتياط واعتبار الرضعة الواحدة محرمة. النتيجة ذاتها عند الحنفي بطريق مختلف. قالت الحنفية: الآية اقتصرت على الرضاع مطلقا، والسنة جاءت بالبيان، سواء رجحت الثلاث رضعات أو رجحت الخمس رضعات ستعاملها من باب الزيادة على النص، والقاعدة عندهم أن الزيادة على النص نسخ، إن دلالته دلالة نسخ، لكنه لم ينطبق عليه قانون النسخ لكونه خبر آحاد لا يقوى على نسخ المتواتر. فما النتيجة؟ لم يبق في الحديث دلالة، فبقيت الآية مقتصرين على العمل بها. النتيجة الحنفية والمالكية يقولون بالرضعة الواحدة المحرمة مع اختلاف الطريقتين في تقرير الحكم، والشافعية والحنابلة جعلوا الآية مقيدة واختلفوا في العدد. هذا مثال يسير مختصر يوقفك على شيء من تفسير الخلاف الفقهي الذي يعود بالدرجة الأولى في مرده إلى خلافهم في تأصيل المسألة. يبقى أيضا من المسائل المشهورة قطعية دلالة العام، وسمعت نص الإمام السرخسي رحمه الله تعالى. من المهمات في المسائل عندهم حمل المطلق على المقيد فيما اتحد حكمه واختلف سببه. الجمهور يقولون إن كفارة الظهار في تحرير الرقبة وكفارة القتل وكفارة اليمين كلها يجب أن تكون مقيدة بالإيمان، ولم يأتي التقييد بالإيمان إلا في كفارة القتل، فقالوا بحمل المطلق على المقيد، وجعل الحنفية ذلك غير قابل للتقييد فأبقوا المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. وقولهم في هذا راجع إلى تأصيل دلالة انفردوا بها أو وافقهم عليها بعض الفقهاء من المذاهب الأخرى. أخيرا من المهمات عندهم تقديم الترجيح على الجمع عند التعارض، وهذا مسلك يقول به الحنفية في اعتبار مسلك الترجيح مقدما على الجمع إذا ما تعارضت الأدلة. ومنشأ ذلك عندهم يا كرام أن الدليل إذا تعارض مع دليل آخر فإنه مهما وجد ترجيح فالحجة للراجح، وأن المرجوح لا يبقى حجة فلا حاجة إلى الجمع بينه وبين الدليل المعارض له. ويقول الجمهور بل الواجب الجمع بينهما ما أمكن قبل الانتقال إلى الترجيح، ونقل ذلك عنهم يطول. من أشهر خلافهم للجمهور في الدلالات فيما تميز به منهج الحنفية في التصنيف هو تقسيم دلالات الألفاظ نفسها. فإن الجمهور مثلاً يقولون إن قسمنا دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء فينقسموا بالتدريج من الأقوى إلى الأضعف إلى النص فالظاهر فالمؤول فالمجمل، ويجعلون هذا مهماً في معرفة مراتب الدلالات وحكمها عند التعارض والتعامل مع كل دلالة بحسبها. تقسيم الحنفية مختلف تماماً عن هذا التقسيم الذي عليه الجمهور. وجوه النظم عندهم باعتبار وضع اللفظ والمعنى ينقسم إلى خاص وعام ومشترك ومؤول، وباعتبار وضوح الدلالة أو خفائها ينقسم إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم، ويقابل الأربعة أربعة أخرى، فالظاهر يقابله الخفي، والنص يقابله المشكل، والمفسر يقابله المجمل، والمحكم يقابله المتشابه. ثم تقسيم اللفظ عندهم باعتبار الاستعمال حقيقة ومجاز وصريح وكناية، ثم اعتبار اللفظ بحسب ما المقصود من الدلالة، دلالة عبارة النص، دلالة إشارة النص، دلالة دلالة النص، دلالة اقتضاء النص. هذا التقسيم الفريد جعل عند الحنفية مسلكاً أدق من هذه الحيثية من مسلك الجمهور في التعامل مع دلالات الألفاظ، فصار لهم فيها مناهج وطرائق، ليس المقام أيضا مقام تفصيل لذكرها والعناية بتفاصيلها. أختم بآخر عناصر لقائنا وهو الحديث عن ثالث المحاور التي نختم بها لقاء الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه فيما يتعلق بأصول مذهب الحنفية، وهو إشكالات والإجابة عنها. ها هنا إشكالان شهيران متداولان، أحدهما ما أشرت إليه قبل قليل: هل يصح أن ينسب إلى مذهب الحنفية مخالفة السنة أو الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة؟
مثلا حديث لا نكاح إلا بولي، وهم يجوزون النكاح من غير ولي، حديث نقض الوضوء من مس الذكر ولا يرونه ناقضا، حديث المصرات لما قال عليه الصلاة والسلام فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فلا يرون رد الصاع من التمر مع الشاة أو الناقة المصرات فيما دل عليه الحديث. خيار المجلس وهم كالمالكية لا يرونه بالتفرق بالأبدان إلى آخر ما هنالك. الجواب أيضا أن هذا من التعجل الناشئ عن قصر النظر في وصف أي مذهب من المذاهب الأربعة بمخالفة النص كتابا كان أو سنة. هذا يا كرام ينبغي أن نبنيه على أصلين، إجمالي وتفصيلي. أما الإجمالي فهو ما أطبقت عليه الأمة من زمنهم إلى زمننا هذا اليوم أن المذاهب الأربعة المتبوعة كانت أجل وأرفع قدرا عن أن يكون فيها من التقرير المنهجي رد النصوص والاعتراض عليها الأربعة، وهذا لا يخص مذهبا دون مذهب، وإلا فما بقي لهذه المذاهب الأربعة مكانتها واحترامها وإجلالها عبر قرون الأمة وتاريخها الطويل، وقد تجاوزت اليوم 1000 سنة وزيادة، فحاشا أن يكون في المذاهب الأربعة الجرأة على النص أو رده أو الاعتراض عليه، بل هم من علموا الأمة وأورثوها تعظيم النصوص الشرعية وإجلالها وتقديرها ورعايتها والحرص على استنباط الأحكام منها مهما أمكن إلى ذلك سبيل. يبقى أن بعيد النظر وقاصر النظر والذي لم يفقه أصول تلك المذاهب ولم يدرس معاني كلام الآئمة ولا فقهاء المذاهب قد لا يحيط علما بشيء من ذلك، فيقع في نظره القاصر شيء من ذلك القصور في النظر، فالاستعجال في الحكم ثم ما ينشأ من الأغاليط التي هي إلى العوام أقرب منها إلى طلبة العلم. هذا التأصيل العام. أما التفصيلي ففي كل مسألة بحسبها، وكل قضية كان لأي مذهب حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي كان له فيه رأي ومذهب يخالف فيه ظاهر الدليل ونصه من الكتاب أو السنة فله فيه جواب، وهذا موجود في كل المذاهب. نعم هو في مذهب الحنفية أكثر وله أسباب سيأتي ذكرها، ولكن وجوده في المذاهب أمر متكرر وهو أمر مشترك، ولهذا جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالته المهمة لكل طالب علم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، جمع فيه الأسباب والأعذار التي جعلت لبعض المذاهب في تقريرها وترجيحها شيئا ما يؤول إلى ما يخالف الدليل ظاهرا إما من كتاب أو من سنة أو غيرها من الأدلة، فرد ذلك إلى جملة أعذار يعرفها من قرأ الرسالة أو اطلع عليها، مثل أن لا يبلغه الدليل أو يبلغه بشكل غير صحيح أو يعارضه عنده دليل معتبر أو يتوقف في فهمه، وربما كان الخلل من فقهاء المذهب المتأخرين لا من آئمة المذهب في تقرير المسألة على ما قد يبدو مخالف للدليل فينسب إلى المذهب، وأئمة المذهب ليسوا قائلين بذلك القول الذي يبدو في ظاهره مخالفة الدليل. فهذا مثله يا كرام حديث المصرات وخيار المجلس ونقض الوضوء من مس الذكر وغيرها من المسائل، هي من الأدلة على أنهم رحمة الله عليهم متى صح عندهم الدليل ووقفوا عنده قالوا به، لم يتجاوزوه، وهم أجل من الجرأة على النص، بل قلت لكم هم رحمة الله عليهم من أورث الأمة تعظيم النصوص وتقديرها. وأنا أضرب لكم على ذلك مثلا، كلما كان فقيه المذهب أقرب إلى العناية بالسنة وروايتها والتفقه فيها كان أقرب إلى مذهب أهل الحديث، ولن أقول أهل الظاهر، في الاستكثار من الاحتجاج بالسنة والتخلي أو التحرر قليلا عن بعض قيود المذهب. فإذا وجدت حنفيا محدثا وجدته إلى قبول كثير من مسائل الأدلة في السنة مثلا أقرب إلى الجمهور، والسبب أنه عندما تحين التطبيقات الفقهية على المسائل
لا يجد بدا من ترجيح ما يظهر له من تعظيم الدليل وتقديمه. ومن أبرز ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه العظيم دفع التعارض بين النصوص الشرعية، فإنه رحمة الله عليه بنى كتابه في شرح مشكل الآثار على دفع ظواهر التعارض، وفي كثير من المواضع يترك مذهبه الحنفي إلى طريقة الجمهور لأنه لا يجد بدا من ذلك، وفي مواضع عدة ينص فيها على أن تقديم الدليل واجب وأنه لا بد من القول به، وهو مع ذلك لا يزال حنفيا ولم يخرج عن دائرة المذهب ولم يتخلى عنه. فهذا جواب تفصيلي يأتي لكل مسألة بحسبها. الإشكال الثاني وأختم به المجلس تكرر مسألة تفرد الحنفية عن الجمهور بالطراد في التأصيلات وفي التطبيقات الفقهية، وهذا أيضا عند مبتدئي الدراسة ومبتدئي طلبة العلم يكثر عندهم تصور المسألة أنه إذا درسنا الأصول دوما ما يقال كذا خلافا للحنفية، وإذا درسنا الفقه المقارن دوما ما نقول كذا خلافا للحنفية، وهذا يكثر عندهم أكثر من تفرد المالكية مثلا أو الشافعية أو الحنابلة. لكل مذهب مفرداته، تفرد الحنابلة بأشياء عن الثلاثة وتفرد المالكية كذلك والشافعية، لكن انفراد الحنفية عن الجمهور كان أكثر من غيرهم. وأنا أقول يا كرام هذا يعني مرده في الجملة إلى أسباب منهجية ثلاثة، يعني كثرة تفرد الحنفية في مذهبهم أصولا وفقها، يعني في التأصيل وفي التفريع انفردوا عن الجمهور كثيرا بأسباب جمة، مردها والله أعلم إلى ثلاثة أمور رئيسة. أولها المدرسة العلمية التي نشأت عليها المذاهب. تقدم قبل قليل أن مالكا رحمة الله عليه شيخ الشافعي، أتاه الشافعي صغيرا وروى عنه الموطأ وتفقه على يديه وجلس بينه في حلقته، وأن الإمام أحمد رحمه الله تلميذ للشافعي تفقه به واستفاد منه وأخذ عنه، وهو الذي كان لا يكاد يترك دعاءه للإمام الشافعي في الصلاة حتى سأله عن ذلك ابنه ذات يوم، قال يا أبتي أراك لا تترك الدعاء للشافعي، قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من عوض؟ يرى أنه حق عليه أن يذكره بالدعاء إلى الممات رحمة الله عليهم جميعا. فهذا يعطيك دلالة واضحة على أن سمة فقهية سرت بين الشيخ وتلميذه، فما أخذه أحمد عن الشافعي وجده الشافعي عن مالك، فبالضرورة ثمة قدر مشترك أكبر بين الثلاثة مما بينهم وبين أبي حنيفة في فقه العراق ومدرسة العراق وما أحاط أيضا بتلك المدرسة وخصائصها. هذا السبب الثاني، خصائص المدرسة وظروفها التاريخية والجغرافية بين مدرستي الحجاز والعراق. في الحجاز التي غلبت فيها الرواية والدراية وحفظ السنة والأثر، على مدرسة العراق التي غلب فيها إعمال الاجتهاد والقياس، ليس الاجتهاد المذموم ولا الرأي المذموم بل الرأي العلمي والفقهي المنضبط وفق الدليل، في زمن أيضا قلت فيه الرواية الصحيحة المنضبطة في تلك الآونة زمن ظهور الفتن والخوارج والشيعة وما آل إليه كثير من الأحوال بالمذاهب والطوائف إلى وضع الأحاديث والتساهل في رواياتها وكثرة الكذب والضعف، فاحتاطوا ولذلك وضعوا تلك القيود التي قيدت ما يبلغهم من رواية السنة مما احتجوا به. فهذا أيضا مصدر مهم من مصادر الخلاف وسبب مهم من أسبابه، فإن دليلا كبيرا كدليل السنة كان حجمه مختلفا كبيرا بين المدرستين. السبب الثالث والله أعلم مرده إلى الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره في بيان أسباب اختلاف العلماء وإعذارهم فيما أفضى إليه الاجتهاد، هل هو بلوغ الحديث وثبوته أم هو معارضته لدليل آخر غير الذي عند غيرهم، أم هو تقعيد أصلوه فأفضى بهم إلى ما تقرر عندهم. بقي أن نقول ونحن نتحدث عن أصول فقه الحنفية أن ما قرره المتأخرون في المذاهب كلها وفي الحنفية وهو جزء من تلك المذاهب كان سببا فيما اتسم به المنهج الحنفي في الرغبة للانتصار لقواعد المذهب أو مسائله
على حساب الدليل في بعض المسائل، يعني قد يكون عذراً للمتقدمين من آئمة المذهب عدم بلوغ الدليل أو عدم صحته، فما عذر المتأخرين الذين اجتمعت لهم الرواية ودونت الدواوين واجتمعت المصنفات فصح الحديث؟ فما يبقى إلا الرغبة في الانتصار إلى المذهب التي هي الموصومة بالتعصب المذهبي أو التحيز الموجود في كل المذاهب متفاوتاً قلة وكثرة، لكن هذا لن يذكر في هذا السياق لأنه ليس مسوغاً علمياً وليس منهجية يمكن أن تذكر على أن سبب من أسباب الخلاف. لكن متى بعدت شقة الخلاف وكبرت وكان مردها إلى هذا التعصب المذهبي وهذا الانتصار الأعمى للقول في المذهب دون النظر إلى الدليل وحجيته وظهوره، فهذا لا سبيل إلى اعتباره ولا إلى النظر فيه ولا إلى التماس المسوغ لذلك، إنما الكلام على أصل المذاهب وما حفظ عن أئمتها الكبار رحم الله الجميع. ختاماً، هذا ما وسعه المجلس بإيجاز واختصار في الحديث عن أصول فقه الحنفية في ضمن هذه الدورة العلمية والبرنامج العلمي صناعة الأصول في نسخته الثانية لهذا العام سنة 1444 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حامدين الله سبحانه وتعالى، مثنين عليه بما هو أهله، شاكرين له بما أوزعنا من نعمه التي أنعم علينا وعلى والدينا، سائلين إياه جل في علاه أن يزيدنا وأن يسبغ علينا وعليكم من أفضاله وتوفيقه ما يوجب لنا المزيد والمزيد، شاكرين أيضاً لإخوتنا في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية حرصهم المستمر وجهدهم الدؤوب على إقامة البرامج العلمية والنهوض بها في أروقة المسجد الحرام لإحياء رسالته وامتداد أثره وإعلاء منارته التي كانت ولا تزال تضيء بقبسها وأثرها لكل طلاب العلم وشداته وحداته، كتب الله أجرهم وضاعف حسناتهم وأعانهم على المزيد من هذه البرامج التي ينهل منها طلبة العلم في القريب والبعيد. وبعد، فنسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نسألك ربنا أن تجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، واجعلنا من خيرة عبادك الصالحين العلماء العاملين الربانيين الراسخين، وارزقنا يا رب في العلم فهما وسدادا وتقا وإخلاصا، واجعلنا يا رب ممن اصطفيتهم لحمل شريعتك ووراثة كتابك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.